السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، عبد العظيم جبيلي، رئيس جمعية الرعاية للأطفال المصابين بالتوحد بطنجة. جمعية الرعاية هي جمعية تشتغل على التدخلات العلاجية لفائدة أطفال التوحد، تأسست سنة 2016. بالنسبة للجمعية، يعني مركز الجمعية يعني يتكون مجموعة من الأقسام ومجموعة من الأقطاب التي يعني تشتغل حسب مجموعة من التخصصات. أولا، هناك قسم مختص في الكشف والتشخيص. فيما يخص الكشف والتشخيص، فإننا ننسق في أغلب الأحيان مع الأخصائيين الأطباء النفسانيين وأطباء مختصين في طب الأطفال، وأيضا في الأطباء مختصين في طب الأعصاب. بالنسبة للخدمات العلاجية، نقوم بتقديم خدمات تقويم النطق وخدمات التربية النفسية الحركية وخدمات العلاج الوظيفي وأيضا خدمات العلاج السلوكي بالنسبة لأطفال التوحد وأيضا خدمات العلاج الرياضي. وكما ترون، فبالنسبة للمركز كيتكون من الطابق الأول اللي هو فيه نادي رياضي بروفيسيونيل اللي كنشتغلوا فيه على لا بسيكوموتريسيتي، وأيضا كنشتغلوا فيه على العلاج الرياضي، تابيرولون، بايكين، سبينينغ، وكنشتغلوا فيه على لا بسيكوموتريسيتي اون جينيرال، لا موتريسيتي فين جلوبال اكسيتيرا. بالنسبه للطابق الثاني، هناك قسم ديال الجلسات، قسم ديال الجلسات اللي كيقوموا بها مع الاسر ديال الاطفال التوحد. ايضا هناك قسم مختص في الاستماع والتوجيه بالنسبه للاسر، لان اي طفل قبل ما يتسجل في المركز ضروري خصنا نعملوا جلسات الكشف والبحث. هنا نتكلم عن الجانب يعني العلمي والجانب الطبي، ثم نقوم بتحديد الاحتياجات المتعلقه بالطفل قبل ان يعني نمر الى التسجيل. بالنسبه للجمعيه، الحمد لله ولله الحمد، فجمعيه بالنسبه خلال هذه السنوات ما فاتت دائما يعني تحقق مؤشرات جد ايجابيه فيما يخص الادماج المدرسي. ايضا بالنسبه للادماج الاجتماعي وبالنسبه لموضوع التنشئه الاجتماعيه، ياخذ اهميه كبيره عندنا في المركز، حيث اننا ما فاتئنا نقوم بمجموعه من الانشطه والخرجات. وبالنسبه للاطفال، بالنسبه لهذه الخرجات هذه ما كتكونش يعني خرجات يعني عاديه، وانما كان يعني بالمساعده وبالدعم ديال المجموعه من الاشخاص الذين نستغل هذه الفرصه لنتقدم لهم بالشكر الجزيل. نقوم يعني بلا ريزيرفاسيون ديال البلايص وهاد الاماكن، مثلا السيركو ديال طنجه، منار بارك. بالنسبه للشواطئ، نشتغل مع مجموعه من الافراد، من الهلال الاحمر الى اخره. دونك ننوع من انشطتنا التي تدخل في مجال التنشئه الاجتماعيه لنحسن من مؤشرات الادماج الاجتماعي بالنسبه لاطفالنا. بالنسبه لهذا الحفل، يأتي هذا الحفل في إطار اختتام البرامج والأنشطة والفعاليات التوعوية والتحسيسية باضطراب الطيف التوحد، باعتبار طيف التوحد هو من أكثر الاضطرابات انتشارا وشيوعا في العالم، هو من أكثر الاضطرابات تعقيدا، وحيث أنه حير أغلب العلماء والباحثين في العالم. رسالتنا لكل المواطنين في هذا البلد الحبيب، أن أطفال التوحد هم بحاجة فقط
إلى من يفهمهم ومن يقدرهم ومن يساهم في تقدير الذات لديهم ومن يحترم اختلافهم. فهم ليسوا بحاجة لنا في شيء إلا أننا يجب علينا أن نحترم اختلافهم. فهم ليسوا مرضى، وأكرر هذه الكلمة لأننا دائما نعتبر هؤلاء الأطفال مرضى. فهم ليسوا مرضى، هم أطفال لديهم اضطراب في طيف التوحد. واضطراب طيف التوحد هو TSA، هو اضطراب، هو سيتان تخوب نوغو ديفلومونتال، اضطراب نمائي عصبي يؤثر على وظائف المخ، واللي كيأثر لهم على مجموعة من الجوانب، سواء على الجانب الفيزيولوجي أو الجسدي نادرا، ولكن تظهر يعني التأثيرات السلبية على الجانب التفاعلي والتواصلي، وعلى الجوانب الأخرى مثل الجوانب السلوكية. كما يعني يعاني أطفال التوحد أيضا من مجموعة من الاضطرابات المصاحبة للتوحد، سواء كانت اضطرابات في النوم أو اضطرابات في التغذية أو اضطرابات عصبية، أو يعني قد تكون هناك أمراض عصبية مثل الصرع وما إلى ذلك. إذن رسالتنا أننا في هذه الفرصة الجميلة والرائعة يطيب لي أن أعبر بكل صدق عن سعادتي وسروري وامتناني لخدمة هؤلاء الأطفال الملائكة. فهذا توفيق من الله عز وجل أننا تكون عندنا هذه الفرصة هذه باش نخدم هؤلاء الأطفال، لأنهم أطفال ملائكة حقا، أطفال يتعاملون معك بدون أقنعة، أطفال يتعاملون معك بكل حب وبكل صدق. ولهذا أظن أننا نحن من يجب علينا أن نعيد التفكير، ونحن من يجب علينا أن نراجع أنفسنا، هل نحن من هم على الصواب، أم هؤلاء الملائكة هم من هم على الصواب؟ حقيقة هم على الصواب، لأنهم يجسدون فطرة إلهية خلقهم الله عليها، فلهذا هم محتاجون فقط للدعم والحب والاحترام والتقدير والمواكبة النفسية والاجتماعية والتدخلات العلاجية. وشكرا. السلام عليكم، تبارك الله عليكم، تحيا أشواق على هذه الاستضافة. وحنا متواجدين في جمعية الرعاية للأطفال المصابين بالتوحد على النشاط اللي قايمين به اليوم، وكان عبارة عن فطور جماعي اللي جا في الحي ديال دار تونسي، والحمد لله كان حضور كثيف، وكان يعني الحضور في المستوى، وباش يعني نشاركوا هذا الوليد اللي هو في وضعية التوحد، نشاركوا الفرحة ديالو ونتضامنوا معاه ونحسوا بأنه واحد من المجتمع. شكرا أشوقع المنبر أشوقع على الالتفاتة الجميلة والرائعة. تينا بدوري كنشكر هذه الجمعية، شكر من القلب إلى القلب. أنا ما كنتش عليك، أنا سوربريس يعني مفاجأة جميلة من هذا الحفل هذا. حتى توصلتنا الحفلة عاد حسيت بالفرحة، وحسيت بأن القلب كينبض ملي كتشوف وليداتنا وفلاداتي أكبادينا فرحانين ومبتهجين، والأجواء ديال العواشر والأجواء ديال رمضان. الحمد لله الشو داز واعر، الناس نشطوا، الوليدات نشطوا، وحنا أنا وجمال راهن الإشارة. الأعمال الخيرية عمل تطوعي طبعا، مسائل بحال هذا هذا الاحساس هذا كنتمنى اي واحد يكون كيحس الاحساس هذا، لان العواشر ورمضان والحمد لله، الله الله اللهم بارك وزيد في ذلك، اللهم بارك، الله يحفظك، الله يجزاك بخير. باقي نشوفكم ان شاء الله في عروض مع بعضكم، باقي الجديد ان شاء الله ضروري، باقي الجديد وشي حاجه ان شاء الله ما احسن، باقي ان شاء الله تزين الدنيا وتزين الحاله ان شاء الله. وان شاء الله يا ربي من مر رمضان غتكون عندنا واحد الجوله بعرض فكاهي ان شاء الله. انتظرونا في المدينه ديالكم ولهلي حشمنا يا ربي. يلا تحياتي، تبارك الله عليكم، ساعه سعيده. كان واحد الغياب صغير، ولكن عرفنا المحبه للجمهور الجمال ونور الدين. تحيه للجميع. صغار ولو خيروكم جميعا بان تكبروا اليوم لن تكبروا. الحيوان اللي كيعطينا الحليب لاباش البقره، برافو ولدي. شكون هو الحيوان اللي كيفيقنا في الصباح؟ بابا. هذا من هذا؟ شوف سير الله يمسخك، تفيقت انا منصف. برافو منصف، احسن هضره قلت هي في الاخر. يا قلبي ما قالش هذه المره تدخل صاحب الضربه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد.
وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.